ماخذين هم 95 اثنينهم. فاحنا هنا ننزل الى الدروس المفاضله. مثلا الدروس المفاضله بالنسبه للاحياء اللي يقدمون على المجموعه الطبيه حتكون الكيمياء والاحياء واللغه الانجليزيه. فالطالب اللي يطلع بهذه اللي هي يعني لازم تكون من 300، ايش قد يطلع الطالب؟ حتكون هنا مبدا اخر للمفاضله، وعلى اساسه يقبل. طيب دكتور، هذا واضح، هذا الاساس مال المفاضله.